أهلا مشاهدينا من جديد. بهدف تقوية المواطنة والتعرف على ربوع الوطن ومنجزاته، أقيم برنامج عيش السعودية الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم. وطبعا التفاصيل مع كاميرا سيدتي في التقرير التالي. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم برنامج عيش السعودية، والذي تنفذه هيئة السياحة والآثار بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية، في مقدمتها وزارة التعليم. هذا الاندفاع الكبير من كل دول المحيطة لأن يأتوا إلى بلادكم وبلادنا ويعيشوا فيها ويستبوا فيها ويربوا أبنائهم فيها ويكافحون حتى لا يغادروها. قبل سنين الذي لا يعرف ولا يذكر من الأجيال حتى جيلنا لم يمر عليه هذه الهجرة. قبل سنين طويلة كان المواطن السعودي يهاجر، كلكم تعرفون أسركم وأسر أقربائكم، هاجر كثير من أبنائها إلى دول مجاورة حتى يترزق دون الله مثل ما يقال. لاحظ اليوم كل سكان الدول المجاورة أتوا إلى بلادكم ليجدوا الأمان والرزق، وهذه أكبر دليل على نعمة الله سبحانه وتعالى التي يجب علينا اليوم أن نحافظ عليها حتى نستطيع أن نصل في المواطن إلى المواطنة الحقة التي تسبق الوطنية الهشة، أو أن تسبق أيضا شعور الوطنية العابر أحيانا في أوقات معينة في مناسبات وطنية أو في يعني في إنجازات وطنية محددة، أن يترسخ شعور المواطنة من خلال فعلا معرفة هذا الوطن وبدء الاهتمام فيه بعمق وبقرب والتعرف عليه وأن تجعل الوطن في قلبك. ولذلك نحن اليوم بدأنا إن شاء الله الخطوة المباركة أن نجعل الوطن في قلوبنا. يهدف برنامج عيش السعودية إلى تقوية المواطنة وارتباط المواطن بالوطن من خلال تعريف الشباب والجيل الجديد على منجزات وطنهم، من خلال تمكينهم من التواصل المباشر بثقافاتهم المختلفة، من خلال إقامة رحلات وزيارات عديدة لتلك الأماكن. إذا مشاهدينا المزيد من التفاصيل عن هذا الحدث السياحي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حاتم الأحمدي مدير برنامج عيش السعودية. مساء الخير أستاذ حاتم، وحياك طبعا في سيدتي. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. بداية ما شاء الله طبعا شفنا التقرير، لكن خلنا نتعرف من خلالك على الهدف من إطلاق هذا البرنامج. نعم، برنامج عيش السعودية هو مبادرة تطلقها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالشراكة مع عدة جهات حكومية وقطاع خاص، تهدف بهدف رئيس إلى تعزيز المواطنة وروح المواطنة لدى الشباب وتقوية ارتباطهم بوطنهم وبالأجيال وتقوية ترابط الأجيال الناشئة ببلدهم. صراحة نحييكم على البرنامج، لأن للأمانة في كثير ما شاء الله مناطق رائعة جدا و غير معروفة بالنسبة يعني للطلاب أو حتى للكبار، لكن ما شاء الله بالنسبة لهذا البرنامج كان لكم عدد من الشركاء سواء جهات حكومية أو خاصة طبعا تطلعوا بهذه النتيجة. من الشركاء اللي كانوا معكم؟ أكيد احنا نعتز بشراكتنا صراحة في هذا البرنامج مع عدة جهات حكومية وقطاع خاص كما ذكرت. عندنا على مقدمة الجهات الحكومية الرئيسية معنا هي وزارة التعليم بحكم أنها هي الوزارة المختصة للفئة المستهدفة في هذا البرنامج اللي هم الطلاب من المرحلة الثانوية والجامعات، بالإضافة إلى وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبد العزيز، وأيضا الرئاسة العامة لرعاية الشباب. نعم. أما فيما يخص الجهات الخاصة فتأتي مقدمة هذه الشركات هي شركة أرامكو السعودية وكشريك رئيسي للبرنامج، بالإضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الاتصالات السعودية ومجموعة ناس القابضة. ما شاء الله. نعم. يعني ما شاء الله من الشركاء، يعني واضح أن الهدف مو فقط استهداف الطلاب. نعم. يعني فينا نعتبر الطلاب هذه خطوة أولى
وبيكون في خطوات قادمة فيما يخص برنامج عيش السعودية؟ أكيد، البرنامج يستهدف مرحلة الأولى هو الطلاب وفئة الشباب، وطبعا من الجنسين الطلبة والطلاب والطالبات، وأيضا يشمل البرنامج في مرحلة الأولى المعلمين والمعلمات والمربين من الجنسين. البرنامج في مرحلة الأولى يستهدف 1,000,000 طالب، يهدف البرنامج إلى إشراكهم في رحلات تعريفية، يحاول نطلع الشاب من المنطقة اللي هو نشأ فيها ويزور بلده ويتعرف عليها بشكل أكثر. طب بالنسبة لكم اخترتوا الانطلاقة تكون من الرياض من إحدى المدارس الحكومية؟ نعم، بحضور الطلاب والمدرسين. ليه هذه الانطلاقة الجميلة؟ هي الانطلاقة كانت فكرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ومعالي الدكتور عزام الدخيل. توقيع الاتفاقية تكون في أيقونة الوزارة اللي هي المدرسة، حلو، بحضور الطلاب اللي هم الفئة المستهدفة. حتى في الحفل الذي يقيم يوم الخميس الماضي في مدرسة الشيخ محمد إبراهيم الثانوية بحي الشفا، كانت هناك لفتة جميلة من صاحب السمو الأمير سلطان سلمان والدكتور الدكتور عزام الدخيل بإشراك الطلبة والطالبات في توقيع هذه الاتفاقية. جميل. نعم. طب بالنسبة لكم مثل ما ذكرت أستاذ حاتم، الآن الهدف أو الفئة المستهدفة هم 1,000,000 طالب. نعم. التفاصيل كانت أعتقد التوقيع كان في مدرسة ثانوية، لكن كيف بتقسموا 1,000,000 طالب؟ وهل بيكونوا في منطقة معينة مثلا من المملكة أم في مناطق مختلفة؟ لا طبعا، البرنامج هو عام لجميع مناطق المملكة. طبعا احنا في شراكتنا مع وزارة التعليم سوف تتولى الوزارة تقسيم الرحلات على المدارس من الجنسين، بحيث يكون عندنا احنا 3 فئات من الرحلات. عندنا فئات الرحلات داخل المدينة تستغرق ما يقارب 6 ساعات فقط، وهناك رحلات أيضا فئة الأخرى اللي هي رحلات داخل المنطقة، قد يطلع من خارج المدينة يزور قرية تراثية بجوار المدينة مدتها أقل من 16 ساعة تقريبا، وهناك الفئة الأخيرة اللي هي رحلات الأكثر من يوم اللي هي يطلع فيها الطالب من منطقته ويزور منطقة أخرى. خلاص إن شاء الله تحتسبوني من الطلاب إلى في رحلة الفرسان بالله يبلغوني. إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني مثل ما ذكرنا هو يعني بصراحة للأسف هي كمان في أماكن كثير ما نعرف عنها، ممكن نسمع عنها من مختصين من سواح أجانب، لكن بالنسبة لكم شو المناطق اللي إن شاء الله من خلال الرحلات القادمة بتكون مستهدفة أن الطلاب والطالبات يتعرفوا عليها؟ هي الفكرة نشأت من هذا الموضوع، أنه قد يكون الزائر أو المقيم أو السائح قد يكون يعرف عن البلد أكثر من الشاب نفسه. الشاب ما يعرف عن بلده إلا اللي يقرأ في الإعلام ممكن، لكن لو زار بنفسه أو هذا ممكن هذا الشيء يأثر عليه بشكل أكبر ويصحح من المعلومات اللي موجودة لديه عن بلده. ما في أماكن حددت إلى الآن؟ لا، هو على مستوى المملكة ما في مناطق محددة. البرنامج سيطبق على جميع المناطق. طب بالنسبة طالما في شراكة استراتيجية وما بينكم وبين وزارة التعليم، هل مثلا بيكون تحت إشراف مثلا هذه الرحلات تكون تحت إشراف تربوي أو تحت إشراف مثلا طاقم تعليم من المدرسين أو الإداريين؟ اللي لازم نلفت الانتباه له أن الرحلات هذه راح تنظم من قبل منظمين رحلات سياحية ومرشدين سياحيين لديهم الخبرة الكبيرة في التعامل مع المجموعات. أيضا من خلال وزارة التعليم راح يشاركنا كثير برضو في الرحلات مشرفين تربويين من الوزارة، حيكونوا مشاركين معنا إن شاء الله في الرحلات. طب بالنسبة للطلاب اللي في منطقة الرياض، خلنا نقول هل في رحلات، لأن جانا هذا الاستفسار صراحة. نعم. الاستفسار مثل ما ذكرت بيكون داخل المدينة المنطقة وخارجها، هل بيكون مثلا في رحلات طويلة تستغرق أيام لمنطقة المنطقة الشمالية مثلا أو الجنوبية؟ أكيد. بالنسبة للرحلات اللي خارج المنطقة راح تستغرق من 2 إلى 3 أيام، لكن بالنسبة للرحلات اللي خارج المنطقة يوم واحد فقط. يوم واحد. وتكون منظمة لكلا الجنسين؟ أكيد. طب بالنسبة لكم أكيد كان في معايير، يعني أكيد المناطق كلها متاحة، لكن أكيد طبعا في معايير أو على الأقل بالنسبة لكم إن مثلا طلاب في المرحلة الابتدائية تكون رحلاتهم غير المرحلة الثانوية وهكذا. أكيد. مين القائم على هذه التفاصيل؟ الضوابط هذه راح تقوم عليها وزارة التعليم، احنا راح بالشراكة فيما بيننا. طبعا هذا ديدنا الهيئة في كل أمورها، هي لا تنفرد بالتنفيذ في أي مشروع، هي بالعكس تؤمن بموضوع الشراكة مع كل جهة وتعطيها حتى
المساحة في 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 الاقتراح والافكار وحتى في التنفيذ ايضا. نعم، طب مستحيل طبعا يكون عندنا احد هنا مختص او من السياحه والاثار وما نسال على الاماكن. الصيف خلاص قرب ان شاء الله وعليك خير، الاماكن اللي تنصحنا نروحها على الاقل في الفتره القادمه. طبعا ما في شك عندنا المنطقه الجنوبيه يعني اجواءها بارده هالايام، حتى الطائف عندنا والحمد لله يعني في أهل الخليج كلهم يجونا هالمناطق يعني في الصيف. أكيد طبعا إن شاء الله نكون متواجدين وإن شاء الله دائما نشوف هذه البرامج لأنها فعلا مهمة جدا. أستاذ حاتم الأحمدي مدير برنامج عيش السعودية، شكرا لك. شكرا لك. ومشاهدين أكيد فعلا في مناطق في المملكة تستحق الزيارة، يفترض أن نركز أكثر أن نتعرف على بلدنا بصورة أكبر لأنها فعلا جميلة. مشاهدين فقراتنا مستمرة لكن أكيد بعد الفاصل.